مساء الأمسية الراقية وألق الكلمة ونبض الحرف، نتحسس أبهاءه مع شروق شمس الشعر. مساء الاحتفاء بالفكر والثقافة والإبداع في عالمنا الاغترابي. يؤنسنا أن نقبض على هذه اللحظات من السعادة التي يهيئها هذا المنتدى، منتهزا إياها للقاء بكم كي أحدثكم عن شذرات مما رافق إصدار كتابي. وبعد، سقيا لأيام مروري أمام دكاني الأخوين إبراهيم وحسن، الأول أبو شادي الشاعر والثاني أبو عماد الأديب، وكلاهما علمان من أسرة آل شرارة العريقة، كيف لي وأنا أستلق السمع فتطرب أذني لنغمات القصائد، وكيف لي وأنا أنتش استرخاء لدى إصغائي إلى ما جادت يراعة خطت الجميل من الأدب المرسل في لوحات منسجمة من كلمات منتقات. ومن أطرف ما جرى للأديب الراحل المرحوم حسن شرارة مع والده الذي لامه على كثرة التدخين وكثرة استغراقه فانكبابه على نظم الشعر، وذلك على حساب التجارة، إذ قال له: روح لو عملت مليون بيت شعر مش راح يطعموك ملي. والملة عبارة عن رغيف خبز جدا سميك. فرد عليه حسن بالقول: وأنت يا والدي لو عملت مليون ملة مش راح يخلوك تعمل بيت واحد من الشعر. هذا مشهد أول. مشهد ثاني: وأسوق أمام الطريق إلى دكان والدي المواجه بابها الغربي لدكان الحاج نمر، الذي يستضيف في صباحاته نخبة من أهل العلم والمعرفة وذوي الثقافة والأدب. وبنظرة خاطفة إلى ذلك الولد المساعد، كانت أكؤس الشاي تصطف أمام رواد تلك الأصابيح، ومع أن المسافة الفاصلة ليست بقصيرة ولا طويلة، كنت أميز بين وجوه أولئك الرواد فأعرفهم واحدا واحدا، حتى أن تمتمات كبيرهم صاحب الشعر المبثوث فوق ربا جبل عامل وشيخ شعرائه السيد محمد نجيب فضل الله تكاد تلامس مسمعي. وإن لم أتبين مفرداتها فكنت مأخوذا بالمشهد حتى لأكاد أكون واحدا منهم. ومما لا يزال عالقا بذاكرتي هذان البيتان اللذان نقلا لي لاحقا في مدح الشاعر فضل الله للدكتور إسماعيل عباس. شو قال له؟ من لي سوى إسماعيل عند الضيق، لولاه من دهري غصصت بريقي. ما اسودت الدنيا بعيني لحظة إلا تبلج نوره بطريقي. وفي المدرسة، أستاذ حسين مش هون، على كل، وفي المدرسة عندما كان يحين موعد حصة الرياضيات يدخل أستاذنا تحسين بزي الصف حاملا دفتره الذي ينوء بما يحوي من معادلات تتشابك مع بعضها وتصطف حروفا وأرقاما تتراقص جمعا وطرحا وضربا. تنتهي مدة الحصة ولا تنتهي إلا وختامها 10 دقائق من شعر نزار وما قالت له سمراؤه، أو أحدث القصائد التي استقطبتها الساحة الأدبية آنذاك. هكذا كان المعلم تحسين يزاوج بين الجبر والأدب،
ربما يكون قد تأثر بتعانق الأدب والرياضيات في كتب البيروني أو في كتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي. منظر آخر، وتأتي ساعة الانصراف، فإذا سلكنا الشارع الذي يصل بنا إلى ساحة النبية ودلفنا إلى الطريق الضيق في تخوم حارة الجماعنة، حيث من أبو كفاح، حيث أبو كفاح الشاعر حسن شرارة صاحب الحضور اللافت دوما في دكانه، تستوقفنا نظرة حانية منه محبة: أن تفضلوا، لا تخيطوا بنطالا، بل اسمعوا مني. نعم، ومن هو؟ بل اسمعوا مني، لقد علمت للتو أن الفيتوري قد حصل على جائزة أدبية. ومن هو هذا الفيتوري يا أبا كفاح؟ إنه شاعر السودان، جعل من القضية التي يؤمن بها شعرا صافيا وبنية فنية راقية. ولا يبخل علينا فيسمعنا قصيدته التي بعثها إلى شاعر سوريا الكبير محمد سليمان الأحمد بدوي الجبل، ومطلعها: غنيت شعرك قبل الحلم في الصغر يا شاعر العرب من بدو ومن حضر. وقد ضمنتها في الصفحة 516 من كتابي. المنظر الأخير، وفي البيت عند المساء بعد الانتهاء من إنجاز الواجبات المدرسية، يتحلق على مصطبة الأدب تحت ظلال إحدى شجيرات دار الأبوين التي ترعرعت فيها كوكبة من أصدقاء شقيقي اللذين يكبرانني سنا، وجلهم ممن يعشقون الأدب بصناعتيه الشعر والنثر، مما يجعلني متحفزا جدا للاستماع إلى القصائد المنتقاة التي كانت تتلى فتطرب سمعي وتأسر وجداني. إن تلك الصباحات الندية التي استهوت خاطري، وتلك المساءات المعطرة بشذى القصائد وعطر المأثورات النثرية، تركت بي أثرا لا يمحى، حملته في إشراقات وجداني صورا زاهية رافقتني في غربة المديدة هنا في مدينة ديربون التي حطت فيها رحالي ذات يوم من صيف عام 1971. وتتجلى أهمية هذه الإشراقات في كونها الأس المتين الذي دعاني رغم مزاولة عملي في مصنع فورد السيارات إلى اقتناء الكتب من دواوين ومراجع في اللغة ومجلات ودوريات كانت تفيدني من الوطن تارة، ومما يتيسر من بعض الأعداد الخجولة للكتب المتواجدة في المحلات التجارية تارة أخرى. وقد أسعدت جدا على تواتر الأيام بمصاحبة أهل الثقافة والأدب، فواظبت على مجالستهم وحضور أمسياتهم، وبشغف وعفوية أسست منتدى أدبيا في دارة المتواضعة في أواسط الثمانينيات، حيث كانت تتلى القصائد الشعرية والخواطر النثرية تتخللها المداخلات والحوارات. أطلق عليها أحد الأصدقاء من الصحافيين اسم المنتدى الأدبي الكامل، وقد ارتاده عدد من الشخصيات الأدبية وعشاق الثقافة، كما حدث ذلك في وقت لم تتوافر فيه منتديات أدبية وثقافية تجمع شمل الأدباء. من هنا وانطلاقا من وحي تلك الأجواء العامرة، بسعادات الكلمات والحروف وإزاء الكم الغزير لتلك النتاجات، ومن طوت عليه من ملامح تكاد تكون مشتركة أنتجت حقلا من الأدب ذا سمات وخصوصية
دمغت طابعه، عنت لي فكرة جمعها وتبويبها وخصوص وانتقاء ما يغني منها في تأليف كتاب مستقل أطلقت عليه تسمية أقلام مهجرية. إن محاولة ما ندبت له القلم في هذا الكتاب قامت على منهج بحث دقيق أحرقت خلالها شموع 4 سنوات من عمري بجهد وصبر في تأليفه، دون أن أزعم بأني قد قدمت بحثاً تاريخياً للأدب المهجري الجديد، ولكني جمعت بين منهج البحث وفن الصياغة الأدبية بغية الوصول إلى الجواهر المخبوءة في أغوار الجمال التي